حينما تغرب شمس المدينة فيوم قد مر بك استمتعت فيه بمناظر طبيعية خلابة وأخادة، كما في الشمس في الظل المدينة أنجبت ملهمين بالريشة والقلم والألوان، منها محمد دميس، هذا الرجل الذي نهل من المكان وأشياء أخرى تقاطعت فيما بينها فشكلت شخصية الرجل. أنا كابن شهيد عشت يعني محروم من الأب، ثم كي كنت ندرس توفات الوالدة وليت عدت محروم من الأبوين الاثنين، وصدفة يوم ما شاهدت لوحة من لوحات الفنان القادر الله يرحمه شيخم عن الأمومة والتشرد وذا، وأنا هذه المواضيع كانت تقيسني، وانطلاقتي يعني الحقيقية كانت في 1972. في 1972 كانت انطلاقة، يعني كانت بدأت بالطريقة الرومانسية. 5 عقود من الإبداع والخيال عبر العديد من اللوحات الفنية المعبرة، هموم، آلام وآمال عاشها برفقة شعراء ومبدعين دفعته للحلم مرة أخرى. نرسم الحياة، أنا أعمالي نرسمها نرسمها بالطبع، كل مشني متفائل أني غالق على روحي وراقد ولا وهذا مكان، أنا نرسم بنا مع أعمالي للشباب، نتكلم معهم نقول لهم أو التاريخ تاع الجزائر إلي مليونير، نحن عندنا الرسومات الصخرية اللي عندها 10,000 سنة. نعم، لثقافة تخدم المبدعين.